بتوجيهات من سيادة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي، وبدعم وإشراف مباشر من معالي وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني، وعلى مدار اليوم والساعة تم تنفيذ مشروع تعزيز محطة إسالة بعقوبة المركزية بالمياه الخام من قبل شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، وخلال فترة قياسية لا تتجاوز 40 يوما، وبمواصفات عالية جدا لخدمة أكثر من 450,000 مواطن من أهالي بعقوبة لإنقاذهم من شح المياه المتوقعة خلال موسم الصيف، حيث استنفرت شركة الرافدين العامة جميع كوادرها وآلياتها ليلا ونهارا لإنجاز هذا المشروع المهم جدا، وبإشراف الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبذل ومركز الدراسات والتصاميم الهندسية، وجميع هذه الملاكات تابعة إلى وزارة الموارد المائية. ومن الجدير بالذكر الشكر والامتنان إلى جميع الكوادر الخدمية في محافظة ديالى، منها مديرية الموارد المائية ومديرية الكهرباء والماء والاتصالات والمؤسسة العامة للطرق والجسور، على تسهيل مهمة الشركة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي. والشكر موصول إلى جميع أهالي بعقوبة على مساندتهم لنا وتسهيل مهمة الشركة، وإن شركتنا مستعدة لتنفيذ أي مشروع في بلدنا العزيز ومهما كان حجمه وصعوبته بمدة قياسية جدا وبأعلى المواصفات. ويتكون المشروع من محطة ضخ بسعة 2 متر مكعب في الثانية، ومن 3 مضخات أفقية وبخط ناقل مزدوج بطول 6.5 كيلومتر وبقطر 1 متر أنبوب دكتايل، بالإضافة إلى الملحقات والأجزاء الأخرى.